هاي بنات، اهلا وسهلا فيكم في سوما لايف ستايل مع فيديو جديد. فيديو اليوم راح احكي عن شو عندي بشنطة ايدي. هيدي الشنطة عندي اياها صار لي سنين، هي من لوي فيتون، اسم الموديل نيفر فول ام ام، واسم البرينت دامي ازور، وهي فيري هافي ديوتي. قالوا لي بالصور انه فيها تحمل اكثر من 200 كيلوغرام، وانا عاملها بس للشغل. سو ليتس دايف ان. اول شي فيها اللابتوب تبعه للشغل، تاني شي هيدا الولد، وصار له عندي اي ثينك شي 8 سنين من كريستيان ديور جبته، بياخد لها الما، صار في اي شي بعده كأنه جديد. تالت شي عندي نظارات شمس، هون عندي ذا كلينزين هاند جيل، وهيدا كتير ضروري ما فيني اطلع من غيره. The next thing عندي a book، مع انه انا عاملة داونلود لكتير اي بوكس بالتليفون، بس بحب اقرا the actual book I think لانه على ريحة، ريحتهم هيك فيها متعة. اللي عم بقرا هلا من اغاثا كريستي، واسمه The Labors of Hercules. في عندي هيدا الباوتش، هيدا الباوتش اجا مع الباك، وانا فيني شيله من هون، بضلني تاكاه. في اوراقي مهمة وفي باسبوري. في عندنا هون هاند كريم، وبهيدي الزيب بوكيت في عندي تليفوني، في عندي قطرة مناخيري لانه عندي حساسية رهيبة، في عندي مفاتيح البيت والمكتب، في عندي جرين جازمين تي لأنه للأسف كل المطارح اللي هون بيكون عندهم بس نورمال جرين تي، وأنا كتير بحب الجازمين. في عندي بانادول لأنه بخاف يجيني طاعة راس وأنا برا. مفاتيح سيارة، هي مش سيارتي، جاست فريند سافرت تركت لي مفتاح سيارتها. وفي عندي الحمرة تبعه اليوم اللي منزلاها اليوم، فإذا راحت أكن أبلاي يعني مرة تانية. وفي عندي قلم. هيدي هي الفيديو، وإن شاء الله تكون عجبتكم. بليز سبسكرايب اند شير ات. بشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.